الو تبون هذا الشعب راه مغبون. راكم مع ابراهيم زكروت، اللي عنده شي مشكل انا الريقلها يعيط لي وانا نوصله للسلطات. الو تبون. السلام عليكم سيد الرئيس. راه فما سيد الرئيس هاو بوكزون وانت تولي عاصمه وكحفرتوها وخليتوها هاول هاو ما بيتونا والو هاو الحق وراه جاي خليها اقتصاديه عاصمه وبوكزون عاصمه سياسيه خاطر السياسه تبعدها على البحر. غدوه كنت تدخل الدوله ندبك معاه جينا قريبه دراهم بوكزون وين راهو ديرنا تحقيق فرعنا كل شيء فرعنا كان البيتشا خليها تنفرع كل شيء تاع الوزاره في الجزائر خرج الوزاره خلي الوزاره يخرجوا زربع كل واحد يخرج دير وزاره الثقافه في تلمسان دير وزاره العدل في القسنطينه دير وزاره العدل في بوسكي حنا طلبوكم على سونترال باش يديروها في بوسكي ما تقدروش تديروها هاو ديروا لنا هذا الحل اللي ديروه لنا مهم سيد الرئيس بوكزول ما تنساهاش وربي يحفركم ان شاء الله الرئيس تبقى على خير ادوا ان شاء الله الو تبون هذا الشعب راه مغبون.